حاجه في عندك يا مشوشه؟ انا معلم مروان بوابيري. شلونك مروان بوابيري؟ يا معلم مروان بوابيري يا مشوشه، ليش عم تقلي بلاك؟ سمعت لك سمع صحيح انه بده يحطوك زعيم على الحاره؟ لا زعيم ما راح يحطوني، بس يمكن يحطوني عقيد. ليش عم تقلي بلاك؟ لا ما ضربك يخرب بيتك. شيلوها الحمار، شيلوها الهزيكة انتم. ابدا 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 واحد من برات الحارة، كرمال ما نصير علكة بلسان أهل الحارة أكثر ما لنا صايرين. خلصنا فازية، خلصنا. أنا واثق إنتي التانية بكفيلي اللي فيني. الله لا يوفقك يا أبو جودة، يا عوايني، يا عميل الاستعمار. إجري. شوف ابو العز، يلي بده يتطاول على الحكومه بده ياكل نصيبه. هلا ابو بدر عم يتطاول على الحكومه؟ ايه ابو بدر لا له طول ولا له عرض ولا له مدخل ولا له مخرج، ملبسه قرططه محننه وبده يتطاول عليك. قل لي لشوف، ليش رفعته فلقه؟ قلت له ابو بدر قدام مني بده يعمل مرجل ويتطاول علي، شو رايك بقى؟ كركرني ابو جودة لا تضحك. ابو بدر عم يعمل عليك مراجل. مخلوع اساله. لا ما بدي اساله، ما بدي اساله، بدي اعرف منك هلا ليش رفعته فلقه. لك بني ادم قلت لك عم يتطاول علي. هلا ابو بدر عم يتطاول عليك ابو جودات؟ ابو بدر هيك الله خلقه، ما فيه يعمل مراجل على حدا، وشيت انك ترفعه فلقه هي مو وارده. لا اله الا الله. لك معتز فهمني بقى، عم لك يتطاول علي، عم يعمل علي مراجل، وانا رئيس المخبر ابو جودات، شو بقى؟ ليه؟ ليك ماشي رح اصدقك، بس تاني مرة من بعد امرك اذا اتطاول عليك ابو بدر انا باخذ لك حقك منه، انت لا ترفعه فلقة منيح. حاضر. مرد التان وقت اللي بده هيك يعمل مراجل علي ابو بطيخ ابو بدر رح اقول له الله يسامحك، وبيجي لعندك بقول له بدي اشتكي لعمه معتز. منيح هيك عقيد؟ لك اخ اخ. يعني كنت عم تسايرني لك بشير؟ لا يا مو ما كنت عم سايرك. لكن شو معناتها؟ كل ما بقول لك بدي روح اخطب لك على فاضي ومشغول ومو فاضي، معناتها انك عم تسايرني وتضحك علي. حاشاكي اني سايرك او اني اضحك عليكي. لكن قلي لشوف، بدك تتجوز ولا لا؟ لك شفت شلون انك عم تسايرني وتضحك علي؟ لك عم تضحك على امك لك بشير، يا حوينة الدربايه فيك. هذا اللي بيطلع معي، بيطلع مالي مربى، اذا ما قبلت اني اتجوز. لك انا احكي لي لشوف، بدك تتجوز ولا ما بدك تتجوز؟ لا، ما بدي اتجوز. ايه معناتها عم تضحك علي؟ لا يا مو ما عم بضحك عليكي، بس الله وكيلي، دوزنتها براسي، ركبتها ما عم تركب، وبوس ايدك لا تغضبي علي. بالله يا بشير، انت فرقانه معك غضب ورضا امك؟ ان شاء الله لا تحكي معي هيك. لا بدي احكي هيك. اسمع بشير، من اليوم ورايح لسانك ما بحاكي لساني لحتى تتجوز، سمعان ولا لا؟ عم تتنصتي علينا؟ قاعده عم تسمعي علي؟ تعا يا متى تعا شوف مرتك اللي ما بدك تتجوز عليها واقفه عم تتنصت علينا. جميلة، اسبقيني على الغرفة.
أمرك ابن عمي يا تاج راسي. هذا اللي طلع معك اسبقيني على الغرفة ولك تقبر قلبي شو رجال عوض ما تسبقها كفين بس ايه شو بدنا نعمل هلا؟ اللي فهمته من صاحبي بدائرة التحري انه الكوماندان كل يومين ثلاثة عم يعمل حوصة على المخافر. ايوه والمعنى؟ المعنى بدنا نلطيله، بدنا نلطيله بالشاغور وبحارة الطبع وبالميدان، وين ما في مخفر بدنا نلطيله. وشلون بدنا نلطيله بكل هالقراني مع بعض؟ هي بسيطة، منوزع رجال بجنب كل مخفر منحط لنا شي خمس رجال، واللي بيكون من نصيبه ولاق صحتين على قلبه وساعتها مناخده ومنطلع كل المحبيس يلي بسجن القلعة. أخي هذا الكلام كله بدون العقيد ما بيصير، اليوم أكيد العقيد رح يبين وساعتها منحكي فيها. ايه نستنى شو عليه. يا أختي هذا الكلام ما بيجوز، انك تفرضي على ابنك شيء فوق طاقته، لا ذكر بكتاب الله ولا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يا أختي يا أم بشير، تعدد الزوجات أمر ممكن وما عليه خلاف، لكن بشرط واحد هو العدل بين الزوجات. ابنك بشير الله يسلم لك يا قال لي ما رح يقدر يعدل إذا تجوز، فأنت بدك يكون ابنك آثم ويتحاسب أمام الله على شيء ما له طاقة فيه. ردي علي يا أختي، بدك ابنك يكون آثم ويتحاسب؟ لا يا شيخنا، الله يرضى عليه دنيا آخر. آمين، الله يرضى علينا جميعا، فمشان هيك ارضيه عنه وتركيه على راحته. مثل ما بدك شيخنا. شو يا أختي؟ رضياني عنه؟ رضياني يا شيخنا، الله يرضى عليه دنيا آخر، رضى قلبي وربي. الله يزيك الخير. خطري يا ابني، خلينا نطلع. ما شاء الله. استغفر الله العظيم، أنا بدي الله العظيم. يا الله. تفضل شيخي تفضل. يلا يلا. الله يجزيك الخير يا رب. وإياكم. أنت يا ابني لا ضلت تعاند أمك، تعال معها بالحسنى. يا شيخي الله وكيلك، لا عم عاندها ولا شيء، بس هي راكبة راسها إلا بدها تجوزني. هلا مشي الحال بإذن الله. رجال عندها وخذ الرضا. وخلي زوجتك كمان تاخذ الرضا. ودعي وقول يا رب تجعل بيننا المودة والرحمة. آمين يا رب. مو بس بين الزوج والزوجة، المودة والرحمة بين الأهل كمان لك ابني. بين كل الناس، المودة والرحمة بين جميع خلقه. فهمت لك ابني؟ لا كان شيخي، يا ريت كل الناس بتفكر مثلك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا رب. تفضل. رضياني يا عمو. رضياني يا حبيبي، رضياني. الله يخلي لي اياك يا رب. يا عمو جميلة بنت بتعجبك وبتحبك كتير وبتحترمك، وإذا غلطي سامحيها لساتها صغيرة. سامحتي يا عمي والله بسامحتها. جميلة جميلة ربي الله يرضى عليك. إن الله تسامحيني. الله يرضى عليك يا بنت، الله يرضى عليكم، ولك أنت بسعر بنتي والله. يا أهل المرور والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشهامة، انسى الأيام الصعبة وبالمحبة